الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحطوا حنات الجمعه حنات الجمعه اللي دارتها بهذه الطريقه اللي غادي نعطيها ربي غيسخر لها ما في السماوات وما في الارض بغيتي ان شاء الله تمشي لعند الزوج ديالك او بغيتي تكوني عروسه او بغيتي تكوني ان شاء الله يسهل عليك الله في عمل او زواج او اي حاجه الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك السؤال ديالك لان الله هو اللي سيفتح النصيب ولكن تنحطوا الاسباب والاسباب بيد الله أه سبب عبدي وانا نعينك لان الى لأ درتي واحد الحاجه بالنيه الخالصه لله ربي غادي يعاونك البنت اللي عندها التابعه ومتبوعه البنت اللي عندها نحوسات في الزواج البنت اللي عندها العتبه دائما فارغه ما عندهاش خطاب ديما تتبكي انها ما عندهاش النصيب ولكن انت تقدري ديري النصيب ديالك وتفتحيه ولكن تكوني متفائله تعرفي بان الله هو اللي عنده علم الخفايا وعنده امتى غادي يعطيك ولكن الى درتي الدعاء ودرتي السبب آه ربي سبحانه وتعالى تيعجل لك النصيب الله بهذاك الدعاء تيفتح لك باب النصيب ولكن ديريها بالصفه والنيه والله المستعان على كل الامور اذا هذه الوصفه رائعه وأكثر من رائعة، هاد الوصفة غادي نحطها لكم. أول مرة غادي تحط في اليوتيوب، ولكن ديروها بيقين والله المستعان، آه هاد شيء ما فيه شعوذة أو فيه حاجة اللي تخالف الشرع، ولكن فيه غير النية الحسنة وفيه التفاؤل، لأن التفاؤل تبغيه المؤمن، التفاؤل آآ آه مزيان وتحاولي أنك تكوني مزيانة وتصدقي وتعطي الخير للناس ولو بكلمة وغادي إن شاء الله ربي يعطيك الخير كله إذا عندنا هذه ثلاث دراهم ديال الحنة ثلاث دراهم ديال الحنة غادي وعدي السكر البن أو السكر حبيبات الأبيض عدي النعناع اللي غادي ان شاء الله نوريكم اش غادي ديروا ليه اذا الحنه غادي نديرها هنا غادي نديرها هنا هذه غادي ديريها ثلاث جمعات ثلاث جمعات ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ديريها ثلاث جمعات اذا هذه لي باش يكون عندك قبول ويكون عندك نصره ويكون عندك الخطاب يجيوك بقوه الى العتبه غادي تحني وتحني العتبه العتبة اللي غادي إن شاء الله يكون عندك فيها رزق ويكون عندك فيها كل ما تريدين إذا إن شاء الله غادي ناخد الحنة غادي نضيف لها السكر حبيبات غادي ناخد واحد عرش ديال النعناع وغادي نكتب به الاسم ديالي الاسم ديالي غنكتب الاسم ديالي على هاد الحنة والسكر على الحنة والسكر أمينة بنت فلانة بنت فلانة، قبول 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 قبول، وغادي إن شاء الله ندير وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، تكتبي في الحنة، وزيناها للناظرين، فلانة بنت فلانة زيناها للناظرين، فلانة بنت فلانة زيناها للناظرين، غادي إن شاء الله نحاول أنني نقرا عليها. أو من كان ميسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بعد ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو من كان ميسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس غادي نقراها ثلاث مرات هاد الآية وغادي نقرا آية أخرى من سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آه غادي ان شاء الله نقرا يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب بعدد العمر ديالك عشرين عام نقراها عشرين مره يا قريب يا قريب يا قريب ونفت على هذا السكر والحنه بعد ما كتبت سميتي وكتبت وزيناها للناظرين وغادي نكتب قبول قبول ومن بعد ان شاء الله نقرا عليها أو من كان ميتا ونقرأ الآية من سورة الحج وأدن في الناس إذن غادي نقرأ ونفت الآيات اللي قريت في الأخر ثلاث مرات ثلاث مرات يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب, يا قريب. العدد العمر ديالك اذا يا قريب قرب لي زوجا صالحا وانا مقربه هذا الفم ديالي يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب قرب لي زوجا صالحا يا قريب يا قريب يا قريب قرب لي عمل يا قريب يا قريب يا قريب قرب لي امنياتي اي امنيه بغيتي سفر بغيتي تنجحي بغيتي اي حاجه وغادي ان شاء الله نوضعها ثلاث جمعات غادي تعطي الام ديالك غادي تعطي الام ديالك العدد اللي غادي تحني به غادي تمشي للجامع غادي ان شاء الله بحول الله وقوته تصلي ديرها تحت السجاده مع قليل من من النعناع غادي ان شاء الله ثلاث جمعات كل جمعه تعطي لامك تصلي بها في كان الاب ديالك يديرها في الجيب ديالو ويصلي بها الجمعه إذا هذه الحنة مباركة فيها قبول رائع غادي إن شاء الله نحاول أننا نخلطها حلكة من تجيبها الأم ديالك غادي تخلطها في الليل وتحني بها في الليل إن شاء الله أي يوم إلا يوم الأربعاء غادي إن شاء الله نحاول الوقت اللي نجمعها بحلكة ونعطيها الأم ديالي ديها ديرها تحت السجادة ديرها تحت السجادة وتحاول أن تصلي ومن تصلي تجيبيها الوقت اللي جابتها تقدري تحني بها ديك الساعه ولا ما بغيتيش تحني بها الليل باش تحني شويه العتابه تحني العتابه انت والعتابه تحنيو هذيك الحنه اللي تصبح غادي تجمعيها تكرم على العتابه تجمعيها الحنه اللي غادي تكرم في يدك غادي تجمعيها وتلوحيها في مكان عاشب اذا غادي نخلطوا الحنينه الفال لابد نديروه وغادي ان شاء الله تحني يديك تضيفي لها قليل واخا تخلطيها غير بالريحه تخلطيها غير بالريحه مزيان بالنسبه ليا انا نخلطها بالريحه وغادي ان شاء الله تخلطيها بالريحه ولا تخلطيها بماء الزهر بماء الزهر بحال هكا وغادي ان شاء الله ديري هكا ديري هكا تحاولي انك تحني وتحني العتبه تحني العتبه و... صباح غتصبح غادي تهزيها وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي تجمعي أه هاد الحنه تختريها وما تخليهاش هكا جارية كيما جريتها انايا وغادي ان شاء الله بعد ما تقدري ديري بحال هكا ديري بحال هكا وتحني كيما تيحنيو البنيات وتكرم في يدك نحتحتها وغادي تكرم ونحتحتها هي وديال هذا كل لوحه في مكان عاشب اللوحة في مكان عاشب بغيت ندير الخاتم غادي نديرو من هنا يعني من هنا خاتم تحت الخاتم هنايا يعني هنا غنديرها يعني نديرها نديرها من اللور اذا الحنه حنه القبول او حنه الجمعه رائعه واكثر من رائعه نحاول انني نصوب اشكال وانواع في الديه ونفرح بها وربي غادي يجيب ان شاء الله الخير والبركه الجمعه الاخرى ندير نفس الطريقه وربي غادي يجيب هذه الحنه اللي قريتي عليها مره واحده غادي تقسميها الى ثلاث اقسام كل جمعه نعطي الام ديالي انها تحني بها العتبه وتحني بها يدك ولكن تمشي تصلي بها يوم الجمعه ويوم الجمعه بغيتي ديريها في الحين ولا بغيتي ديريها في الليل وخليها حتى تكرم على خاطرها وغادي نديرها هكا واللوحه في مكان عاشيه والحنه ديال العتبه اذا حاولوا ديروها رائعه واكثر من رائعه وحاولوا تفتحوا نصيبكم في اي حاجه عمل زواج اي حاجه ان شاء الله بحول الله خليوا لايك دعموا القناه فعلوا الجرس تابونوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته